رجل كان محباً لوطنه، مخلصاً في خدمته ومتفانياً في أداء واجبه. إنه المشير محمد حسين طنطاوي بحي عبدين بالقاهرة. ولد طنطاوي في 31 من أكتوبر عام 1935، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل، ثم التحق بالكلية الحربية التي كانت تمثل حلماً له، وتخرج فيها في إبريل عام 1956 لينضم لسلك الضباط بسلاح المشاة، وتدرج في مناصب القيادة مراً بقائد فصيلة مشاة في حرب العدوان الثلاثي عام 1956، وشارك في حرب يونيو عام 1967 قائداً لسرية مشاة، وعمل معلماً بالكلية الحربية في فترة الستينيات، وهي الفترة التي أتاحت له الفرصة لتخريج العديد من الضباط الذين تتلمذوا على يديه. شغل منصب قائد كتيبة مشاة في حرب أكتوبر عام 1973، حيث كانت كتيبته صاحبة معركة المزرعة الصينية الشهيرة التي تكبدت فيها القوات الإسرائيلية خسائر فادحة. كتيبة 16 كانت من أوائل الكتائب اللي عبرت قناة السويس، بل هي عبرتها في توقيت قبل العبور بدفع عناصر اقتناص الدبابات، وكانت أحد العناصر اللي رفعت علم مصر في الضفة الشرقية قبل عبور القوات الرئيسية. اختير للعمل كملحق عسكري لدى باكستان عام 1977 و1978، ثم تولى قيادة لواء مشاة ميكانيكي، ثم أصبح قائداً لفرقة مشاة ميكانيكي، ثم قائداً للجيش الثاني الميداني، ثم قائداً للحرس الجمهورية، ثم رئيساً لهيئة عملية القوات المسلحة. شغل طنطاوي منصب وزير الدفاع قائداً عاماً للقوات المسلحة في 20 مايو عام 1991، وحصل على رتبة المشير في عام 1993، كما حصل على العديد من الأوسمة العسكرية. عقب تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وتفويض القوات المسلحة بإدارة شؤون الدولة، تولى المشير طنطاوي مسؤولية البلاد بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. مالك؟ مالكش كل حاجة تبقى تمام إن شاء الله، مصر محتاجانا دلوقتي. استطاع المشير طنطاوي بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن، وتصدى لجميع المؤامرات التي كانت تحاك للبلاد خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر. أنا حاربت 4-5 حروب من سنة 56، وفي وقت من الأوقات كان نفسي أموت السوشيال، والله العظيم ثلاثة، لأن اللي أنا كنت فيه تهلعول يا ريت الواحد يسوشيال. ربنا أراد الشظايا في جسمي لحد دلوقتي، بس أنا ماسك نفسي. دور المشير طنطاوي وعطاؤه كان محل تقدير واحترام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يترك مناسبة إلا وأشاد به. معانا قائد الكتيبة 16 سيادة المشير حسين طنطاوي، الراجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات. سيتذكر التاريخ والمصريون المشير طنطاوي لما قام به في بناء القوات المسلحة أو الحفاظ على وحدة الوطن أثناء الفترة الانتقالية عام 2011، ليحافظ على أمن مصر القومي ويصون البلاد. وأنا بقول لكم تحمل ما لا تتحمله الجبال.